بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا كريم. نرحب بالإخوة والأخوات أجمل الترحيب مع لقاء الأربعاء، هذا اللقاء الطيب المبارك يجمعنا بفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيجيب مشكورا على أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء المبارك. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. شيخ صالح حفظكم الله، نبدأ بالآيات المباركات في أواخر سورة النحل في قول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تكو في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في هذه الآيات الكريمات يأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الله، ويرسم له الطريق الذي يسير عليه فيها، وهو التدرج في الدعوة، فيقول سبحانه: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. ادعو الناس إلى الله عز وجل بالحكمة، والحكمة وضع الشيء في موضعه، والمراد بها هنا مراعاة أحوال الناس واتباع الطريقة التي ترغبهم في الحق وتبلغهم إياه. ويراد بالحكمة العلم، كما في قوله تعالى في الآية الأخرى: أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم. فالحكمة يراد بها وضع الشيء في موضعه ومراعاة أحوال المدعوين، ويراد بها العلم، وكل المعاني مقصودة هنا والله أعلم. هذه الدرجة الأولى بالحكمة، فالذي يكون عنده جهل يعلم ويوجه ويبين له الحق، فإن قبل وسار على المنهج الصحيح فالحمد لله، وإن كان عنده تكاسل أو تلكؤ بعد بلوغ الدعوة إليه فإنه يوعظ، فيقال له: أنت بلغك الحق واتضح لك الطريق، فلا عذر لك في التأخر عن القبول عن قبول الدعوة والعمل بها، وتكون الموعظة بالتي هي أحسن أيضا. وادعو إلى سبيل ربك، إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة التي لا تنفر المدعو، وإنما يوعظ برفق، ويبين له أن من عرف الحق ولم يعمل به فهو على خطر، لأنه قامت عليه الحجة. المرحلة الثالثة: إذا كان المدعو عنده جدال ومعارضة فإنه يجادل بالتي هي أحسن أيضا، ولا تجادلوا أهل الكتاب
إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فيجادل من أجل أن يبين له الحق واضحا لا لبس فيه. ثم إن كان بعد ذلك عنده معاندة وعدم قبول للحق فإنه لا بد من أن يتخذ معه خطوة نهائية وهي العقوبة. فإذا حصل منه اعتداء على الداعي فإنه يعاقب بمثل ما عوقب به، لأن الجزاء من جنس العمل. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم يعني الداعية يصبر على ما أصابه ولا يطلب القصاص والانتقام فهذا أحسن. ولهذا قال سبحانه فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم ولم تعاقبوا فالصبر خير للصابرين. ثم بين سبحانه أن من صبر فإن الله جل وعلا يعينه ويسدده ويأجره على صبره، واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم إذا لم يقبلوا. أنت بينت لهم وأديت الذي عليك فلا تحزن إذا لم يقبلوا وآثروا الضلال على الهدى واختاروا ذلك لأنفسهم، كما قال جل وعلا فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، أي لعلك مهلك نفسك من الأسى على عدم قبولهم. فأنت أديت الذي عليك وأنت لا تهدي من أحببت. وهذا كان في مكة قبل الهجرة، الرسول كان مأمور بالبلاغ والدعوة إلى الله، ولما هاجر إلى المدينة شرع الجهاد في سبيل الله للمعاندين والمعتدين. ولا تحزن عليهم ولا تكو في ضيق مما يمكرون، لا تتضايق من مكرهم، مكر الكفار ومقابلتهم لك بالسوء، ولا تكو في ضيق مما يمكرون. ثم إن الله سبحانه وتعالى قال إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، معهم بنصره وتأييده، وهذه معية خاصة بالمؤمنين. فهم إذا لم يقبلوا ورأيت منهم نفورا ورأيت منهم غلظة وقسوة فإن الله معك وسينصرك في القريب العاجل. ومن كان الله معه فإنه لا يهزم، والله جل وعلا كما في قصة الغار، غار ثور، قال لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فجاء النصر من الله عز وجل والفرج من الله تعالى. نعم، أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. تليفون البرنامج 011-8888-3 لمن أراد الاتصال بفضيلة الشيخ. ناخذ يوسف من مكة معنا على الخط، تفضل يوسف. ألو. نعم. ألو. نعم تفضل. السلام عليك. عليكم. نعم. السلام. عليكم السلام. صالح. تفضل. نعم. الله يحفظك. ألو. تفضل تفضل يا أخي سؤالك. نعم نعم يا أخي. الشيخ بقول الشيخ ما رأيك في الشيخ الشنقيطي؟ محمد المختار الشنقيطي. شكرا. يا أخي اتركنا من الأشخاص، لا اتركنا من الأشخاص، عندك سؤال في أمور دينك اسأل، أما الأشخاص لا تتعرض لهم. نعم. تعجيل الزكاة فضيلة الشيخ، هذا شخص اكتمل عنده النصاب وأراد أن يعجل إخراج الزكاة قبل موعدها، لا بأس بذلك،
تعجيل الزكاة جائز، وقد تعجل النبي صلى الله عليه وسلم زكاة عمه العباس سنتين، لا سيما عند الحاجة إلى ذلك، فإنه يجوز تعجيل الزكاة. نعم. شخص أراد أن يستأجر شقة يا شيخ، واشترط صاحب الشقة أن يدفع المستأجر 6 شهور مقدما، ويمكن لهذا المستأجر أن يخرج قبل 6 أشهر، فما حكم هذا الشرط؟ المسلمون على شروطهم، فإذا شرط عليه أن يقدم بعض الآجار توثقا منه فإنه يجوز هذا الشرط، وإذا خرج المستأجر فإنها تكون الخسارة عليه والمدة باقية له، إن شاء استغلها وإن شاء تركها وضاعت عليه، وأما الأجرة فهي حلال للمؤجر، لكن عليه أن يمكن المستأجر من المكان المستأجر ويهيئه له. نعم. أبو محمد من الخرج، تفضل أبو محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. عندي سؤال لو سمحت. تفضل. في الآية اللي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اللي يقول فيها الآية اللي يقول ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين منصر، هل هذا يشمل العصاة المؤمنين مع الكفار ولا بس الكفار؟ شكرا. الخزي يختلف، هو من دخل النار فقد خزي والعياذ بالله، ولكن خزي مؤقت وهو لعصاة الموحدين الذين دخلوها، وخزي مؤبد وهو للكفار والمشركين والمنافقين. نعم. الطواف والسعي محمولا بعربة مع القدرة على المشي، هل يجزي يا شيخ صالح؟ نعم يجزي والحمد لله. النبي صلى الله عليه وسلم ركب في الطواف وهو قوي عليه الصلاة والسلام، لما حصل ازدحام الناس عليه ركب عليه الصلاة والسلام، فلا بأس أن يطوف راكبا أو ماشيا، لا سيما إذا كان هناك حاجة للركوب فلا بأس بذلك. نعم. هذا السائل أبو عبد الله يقول يا شيخ عندي أراضي وأقوم ببيعها بالتقسيط، هل تزكى حين انتهاء التقسيط أم متى؟ نعم. يقول بأنه عندي أراضي وأريد أن أستفسر عن كيف تزكى الأراضي التي تباع بالتقسيط، هل تزكى حين انتهاء التقسيط؟ إذا نويت بيعها بدأ الحول حول الزكاة، فإذا تم عليها سنة فإنك تثمنها بما تساوي وتخرج ربع العشر، وإن كنت بعتها فزكي القيمة التي بعتها به، تخرج من القيمة ربع العشر. نعم. معنا المتصل علي، تفضل يا علي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام. عندي سؤال يا طويل العمر، أنا اشتغلت قبل أخواني 20 سنة، هل أشيلهم فيما أنا كسبته وعدهم صغار ويوم كبروا طالبوني فيه، هل أشيلهم فيه؟ والله يا أخي هذه خصومة بينك وبينهم، تروحون للقاضي ويسر الله أمركم إن شاء الله. نعم. طيب، هذا يطلب منكم توجيه ونصيحة للمصلي الذي ينشغل في الصلاة بتعديل ثيابه عدة مرات، أو ينظر في الساعة، أو يكون عنده قلة من الخشوع، هذا خلل في الصلاة، فالمسلم يخشع وتسكن جوارحه، ولا بأس بالحركة اليسيرة لحاجة، تعديل ثوب أو عمامة أو ما أشبه ذلك للحاجة لا بأس، أما العبث وأما كثرة الحركة من غير حاجة فهذا ينقص الصلاة ويخل بها، وقد يبطلها إذا توالى وانشغل به عن الإقبال على صلاته. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا يسأل يقول، ما الدعاء الوارد في العمرة
وخصوصا لمن حاد الحجر الأسود وكذلك عند الصفا والمروة، ما هو الدعاء المشروع؟ الدعاء المشروع أنه يشير إلى الحجر الأسود إذا كان بعيدا عنه، يشير إليه ويكبر، يقول الله أكبر. وأما الدعاء فهو في أثناء الشوط، في أثناء الشوط يبدأ الدعاء، من حين يبدأ الشوط إلى أن ينتهي كله مجال للدعاء والذكر. نعم، أحسن الله إليكم. بالنسبة لمحاذاة الحجر فضيلة الشيخ، ما المشروع عند التكبير؟ هل هو ثلاث مرات أم مرة واحدة؟ مرة واحدة تكفي والحمد لله. نعم، محمد من الرياض، تفضل يا محمد. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. يا شيخ أنا بسأل عن حكم الحلف اليمين، عندي سؤالين عن حكم. نعم. الحلف اليمين، حلفت اني ما اسوي شيء وسويت. طيب ناخذ السؤال هذا. ما هو السؤال؟ يقول حلفت ان اخذ شيئا واسال عن اليمين ولم يتيسر هذا الشيء. حلف ان ياخذ شيئا ولم ياخذه. نعم. نعم؟ نعم يا شيخ. يكون عليه كفارة اذا كان انه ترك باختياره، فيكون عليه كفارة يمين. أما إذا تركه لأنه لم يتمكن منه أو منع من أخذه فليس عليه شيء. نعم. السؤال الثاني. حكم مكالمة خطيبتي، يعني أنا أتملك على وحدة عادي أكلمها. نعم، التحدث مع الخطيبة بعد التملك عليها، بعد العقد عليها، هي زوجتك لا بأس بذلك. وحتى الكلام معها قبل العقد للمفاهمة لا بأس به، الذي ليس فيه ريبة وليس فيه مغازلة. نعم، أحسن الله إليكم. يقول بالنسبة لقراءة أسماء الله الحسنى بعد الصلاة، فقد تعودنا أن نقرأ أسماء الله الحسنى. هذا شيء لم يرد، دعاء الله بأسمائه الحسنى والتوسل إليه بها غير محدد بما بعد الصلاة أو غيره. فالله جل وعلا قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولم يحدد وقتا لدعاء الله بها. فالمسألة واسعة والحمد لله، يدعو الله بها عند حاجته وعندما يريد أن يتوسل إليه بأسمائه وصفاته في أي وقت. نعم، أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ يقول يذكر بأن والده كثير السب واللعن، وكثيرا يقول ما قمت بنصحه وزيارته، فما موقفي منه؟ مأجورين؟ الحمد لله، أنت أديت الذي عليك ونصحته ونهيته عن ذلك، فإذا لم يقبل فالإثم عليه هو. نعم، من أدرك الركعة الأخيرة من الصلاة هل يكون أدرك الجماعة؟ نعم، إذا أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الجماعة، فيكمل صلاته إذا سلم الإمام والحمد لله. قال صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا أو فقضوا. نعم، هذا يسأل مقيم بالرياض، يقول ما حقيقة محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وما معناها؟ محبة الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة وهي من حقه علينا. قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، بل ورد أنه يكون أحب إليه من نفسه كما في حديث عمر، وذلك لعظم حقه علينا. والمحبة يا أخي عمل قلبي، عمل قلبي يتبعها الامتثال والاتباع له صلى الله عليه وسلم والاقتداء به وطاعته فيما أمر وتجنب ما نهى عنه. نعم، أبو خالد من حفر الباطن معنا على الخط، تفضل أبو خالد. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. طول عمرك يا شيخ، أنا بغيت أسألك، حنا عندنا حلال
والرضع ونسوي لجنة، أنا بنصلي نلقى على مسنا من دمنا وغوثة، ما أدري يجوز ولا غير نوضي من جديد؟ لا، روثه وبوله طاهر، الإبل والأغنام وكل ما يوكل لحمه وروثه وبوله طاهر والحمد لله. نعم. طيب فضيلة الشيخ، هذا يسأل عن حكم الاستعجال في نقل الأخبار وعدم التثبت ونقل الشائعات، فما الحكم الشرعي في ذلك؟ الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يعني تثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وإذا كان الخبر سيئا وهو صحيح فإنه لا يشاع. قال جل وعلا: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. نعم. أحسن الله إليكم. من الأسئلة التي وردتنا يقول: إذا دعا الإنسان ولم يستجب له، هل يكرر الدعاء أم يقف؟ يكرر الدعاء ولا يقنط، لأن ربما يكون تأخر الإجابة من صالحه، والله أعلم بما يصلحه، فيكرر الدعاء ولا ييأس ويقول: قد دعوت ودعوت فلم أرى يستجاب لي، ويترك الدعاء، هذا لا يجوز. نعم. طيب تفضل يا أبو محمد من حائل. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام، حياك الله يا شيخ عبد الكريم والشيخ صالح. الله يحييك، تفضل. عندي ثلاثة أسئلة، الله يحفظك. تفضل. السؤال الأول: هل صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام أقسم بدعوة ذنون، وأنه قال: ما دعا بها مؤمن إلا فرج الله عنه؟ هذا السؤال الأول. يجاوب الشيخ. نعم نعم، ورد هذا، أن دعوة ذنون عليه السلام ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربته، وهذا إذا استحضر الداعي، استحضر الدعاء وأخلص النية لله عز وجل، الله قريب مجيب. نعم. جزاك الله خيرا. السؤال الثاني: بتفسير قول الحق تبارك وتعالى وأنه هو أغنى وأقنى. أي نعم، وأنه أي الله جل وعلا هو أغنى بالمال، وأقنى أي أعطى القنية، المال الذي يقتنى ويدخر ويبقى عند الإنسان. نعم. خير. إذا أخرت صلاة الوتر إلى منتصف الليل يعني قبل النوم، هل يعد هذا من قيام الليل؟ الله يجزاك خير. نعم، كله من غروب الشمس إلى طلوع الفجر كله من قيام الليل، وتقوم من أولها أو من وسطها أو من آخره، ولكن آخره أفضل، وتختمه بالوتر. نعم. نذكر الإخوة والأخوات بتليفون البرنامج 011-8883-00. هذا يسأل: هل لا بد من الجهر بالبسملة عند أداء الأعمال الدنيوية أم تكون في القلب؟ لا بد من التلفظ بها، أي تلفظ بها سواء جهر بها أو أسمع نفسه، فإنه يكون قد أتى بالبسملة. أما إذا نواها بقلبه ولم يتلفظ فإنها لا تكفي. نعم. أيضا سائل آخر يقول: الشيخ صالح، ما حكم التهاجر بين الزملاء المتخاصمين أكثر من أسبوع مع أنهم طلاب علم ومعرفة؟ طلاب العلم وغيرهم من المؤمنين لا يجوز التهاجر بينهم من أجل أغراض نفسية، من أجل أغراض نفسية. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث. فإن كان ولا بد إلى 3 أيام، ثم بعد ذلك يتصالحان ويسلم بعضهما على بعض. قال صلى الله عليه وسلم: يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. أما إذا كان الهجران من أجل معصية لم يتركها بعد موعظته، ولم يتركها وكان في هجره
زجر له وتأديب له فإنه يهجر إلى أن يترك المعصية. أما إذا كان هذا يزيده شرا ويزيده معصية فلا يهجر، لكن تواصل النصيحة معه. نعم. محمد من نجران، تفضل يا محمد. ألو، السلام عليكم. وعليكم عليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ نحبك في الله يا شيخ، الله يجزاك. جزاك الله خير. حياك الله. الله العافية. ما حكم السيارات المنتهية بالتمليك هذه في الوكالة؟ هذا لا يجوز، البيع التأجير المنتهي بالتمليك لا يجوز، وصدر فيه قرار من هيئة كبار العلماء منذ 10 سنوات أو أكثر بإبطاله، وأنه عقد محرم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل أبو أحمد يقول: نلاحظ يا شيخ صالح في المساجد وعند بعض المصلين هداهم الله، بعد استعمال المنديل يقوم بوضع المنديل تحت التكية أو العمود أو وضع المنديل المستخدم على درج المصحف، هل من كلمة في ذلك؟ لا يجوز إلقاء القاذورات والمناديل المستعملة في المسجد، هذا من الإساءة إلى المسجد، وهو خطيئة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: البصاق في المسجد خطيئة وكفارته دفنه. فلا يجوز، المساجد يجب أن تصان وأن تنظف وأن تطهر وأن تطيب، لأنها بيوت الله عز وجل ومجمع الملائكة والمسلمين، فلها حرمة ولها مكانة يعتنى بها، ولا يجوز لمسلم أن يلقي فيها مخلفات أو المناديل التي يستعملها ويتفل فيها، هذا حرام عليه، لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم. هذا عماد يقول: أردت أن أخطب من ابنة خالي وهي من الأقارب، فأخبرني الزميل يدرس معي بأن عادة الزواج من الأقارب مصيره الفشل والأمراض وقطيعة الرحم، هل هذا صحيح؟ هذا كذب، هذا كذب ولا يجوز. الزواج من الأقارب مثل الزواج من غيرهم، ليس فيه محذور والحمد لله. وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من قريباته، وزوج أيضا أقاربه، زوج ابنته فاطمة لابن عمه علي بن أبي طالب، وزوج البنت الأخرى لعثمان رضي الله عنه، وتزوج حفصة بنت عمر، وهكذا. هذا كله من قول العوام، وأما الحكم الشرعي فهذا جائز. الله جل وعلا يقول: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك وما ملكت، إنا أحللنا لك أزواجك التي هاجرن معك وامرأة مسلمة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج. فالله جل وعلا أباح للمسلم أن يتزوج من المسلمات من الأقارب ومن غير الأقارب. إنا أحللنا وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك، كل هذا أباحه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، وهو القدوة لأمته. نعم. أحسن الله إليك الشيخ. هل للإنسان يا شيخ أن يجمع بين الأضحية والحج؟ كيف الأضحية والحج؟ الأضحية هذه عبادة مستقلة، والحج عبادة مستقلة، أو قصده أن يجمع بين الأضحية والهدي؟ نعم نعم يا شيخ، بين الأضحية والهدي يكفي الهدي، وإذا ضحى في بلده وهو حاج وأوصى من يضحي عنه في بيته هذا شيء طيب، والهدي يذبحه هدي التمتع أو هدي القران أو هدي التطوع يذبحه في مكة الحرم. نعم. عبد الله معنا. السلام عليكم. عليكم السلام. ممكن أكلم الشيخ؟ تفضل. يا شيخ عندي 3 أسئلة. طيب. السؤال الأول: توفي والدي من فترة من الزمان، واضطررنا أن نقيم العزاء في بيت جدتي أم المتوفى بسبب أنها مريضة مرض مزمن وصعب عليها التنقل من بيت الآخر. فحضرت والدتي زوجة المتوفى
العزاء أول 3 أيام من الساعة 6:00 مساء إلى تقريبا 9:00. فقال يا شيخ هل هذا العمل صحيح؟ طيب يجاوب الشيخ. علما بأنها في عدة، وإذا كان غير صحيح هل يتوجب عليها أنها تقضي الأيام التي خرجت من بيتها لتحضر العزاء؟ شكرا. هذا السؤال الأول. إقامة العزاء لا أصل لها، وليس للعزاء مكان يا أخي. المصاب تعزيه بالتلفون، بالجوال، بالكتابة إليه، إذا لقيته في المسجد، في الشارع، في أي مكان تعزيه وتدعو له وللميت، ولا حاجة إلى الاجتماع وتعطيل الأعمال وتكليف أهل الميت باستقبال الناس وتنظيم الناس والقيام على صب القهوة لهم وكذلك خدمتهم. كل هذا لا أصل له، وهو من الآثار التي ما أنزل الله بها من سلطان. نعم. السؤال الثاني. وأما خروج المعتدة للوفاة من بيتها في الليل، هذا لا يجوز، لا يجوز لها أن تخرج في الليل، إنما تخرج في النهار لحاجتها وترجع. نعم. السؤال الثاني عبد الله. السؤال الثاني يا شيخ، يذكر أن الشيطان لا يمثل في ميت في المنام، وبعض الأحيان قد أتي أحلام مضمونها غير ليس في خير، مثل أن المتوفى غير راض عن أحد الأبناء، أو أنه ينهى عن شيء معين، أو يحذر من شخص معين. هل هذه أحلام صحيحة؟ هل يجب على المؤمن أن يتبعها؟ شكرا. هذا الكلام لا أصل له، هذا الكلام لا أصل له. فرؤية الميت وأمر الميت بشيء أو طلبه لشيء، هذا قد يكون صحيحا، يكون صحيحا فتنفذ، ينفذ ما أمر به في الرؤيا، هذا مستحب إذا كان هذا من باب البر والإحسان، أو عليه دين، أخبر أن عليه دين لفلان فيقضى، أو أن عنده وديعة في محل كذا، فإن الوديعة ترد إلى أصحابها، وهكذا الأمور التي على الميت من بقائها ضرر فإنها يزال ثقلها عن الميت، ديون التي عليه تسدد، وهكذا. وليس هذا من الشيطان، فالميت قد يرى في المنام، وقد يوصي، وقد يأمر، وقد ينهى، وقد يخبر. نعم. السؤال الأخير. طيب. بالنسبة لأموال القصر، هل يجوز التصرف بها علما بأن والدتهم ولي عليهم؟ شكرا. يجوز التصرف بها إذا كان هذا لصالحهم ولتنميتها لهم، يتصرف فيها من صالحهم، أما أن يتصرف فيما هو ضرر على أموالهم وعليهم هذا لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم. بعض الناس عنده تسويف، وهو يمشي في طريق الخطأ والزلل، ويقول يا شيخ حتى الآن لم يرد الله هدايتي، بماذا ينصح وهل كلامه صحيح؟ لا يجوز هذا الكلام، لم يرد الله، إيش اللي يدريه عن إرادة الله؟ وعليه أن يسأل الله الهداية، يسأل الله الهداية، وأن يعمل الأعمال الصالحة، والله قريب مجيب سبحانه وتعالى. نعم. يقول ما العبرة المستخلصة من مرور الأيام والسنوات والشهور؟ العبرة واضحة، العبرة أن الإنسان يعتبر بنفادي عمره وقرب أجله، فيستعد للموت ولا يغتر بالدنيا، ويؤمل طول الحياة ويؤخر الأعمال. نعم. نأخذ عبد الله من القصيم. تفضل يا عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم يا شيخ، الله يجزاكم خير إن شاء الله. آمين. يا شيخ عندي ثلاثة أسئلة. السؤال الأول، امرأة حلفت أن إذا رزق الله ولدا تصلي كل بعد صلاة ركعتين، يا شيخ كيف تصلي؟ يعني بعض الصلوات بعض الأحيان تكون مسافرة هي، فنصيحتك لها وتوجيهك لها. طيب يجاوب الشيخ. حلفت ولا نذرت؟ لا حلفت يا شيخ.
تكفر عن يمينها ولا يلزمها هذا الشيء. نعم. طيب السؤال الثاني، ما حكم تخفيف اللحية يا شيخ؟ اللحية يا أخي ما هي بثقيلة والحمد لله، وهي عضو من أعضائك وجمال لك وفارق بينك وبين المرأة، فاتركها. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفائها وإرخائها وإرسالها، وهي جمال لك، فاحمد الله على ذلك ولا تقتدي بمن يتهاون في أمر اللحية أو يتضايق منها أو يقلد من يحلقونها أو يقصونها، لا تقلدهم. جزاك الله خير يا شيخ. السؤال الثالث يا شيخ، نصيحة توجهها يا شيخ، أنا أرى جميع الناس في الكلية يا شيخ وفي الشوارع جميع الناس تدخن يا شيخ، أريد نصيحة تقدمها لهم شيخ جزاك الله خير. شكرا. ليس جميع الناس يدخنون يا أخي، بعضهم مبتلى بالتدخين، فأنت تنصحه بأن هذا ضار وأنه لا خير فيه وأنه يترتب عليه أضرار كثيرة ولا نفع فيه بوجه من الوجوه. الدخان ما فيه نفع بتاتا، وإنما فيه مضرة خالصة، فلا شك في تحريمه، فمن رأيته يتعاطاه فانصحه لعل الله أن ينفعه بنصيحتك. نعم. أحسن الله إليكم. بعض الناس يقصر الشيخ في إعطاء الحقوق لخدمه أو عماله في المزرعة، فتراه يماطل ويتأخر في صرف رواتبهم. هذا عاصي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعطوا الأجير أجرته قبل أن يجف عرقه، فلا يجوز له أن يؤخر الأجرة إذا طلبها المستأجر. أما إذا الأجير ما طلبها فإنه يحتفظ بها له، يحتفظ بها له، ومتى ما طلبها يدفعها إليه من غير مماطلة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول الشيخ، لم أطف طواف الوداع لأنني كنت سأبقى في مكة 100%، وأنا من سكان تبوك في الحج العام الماضي. إذا كنت لست من أهل مكة وقد حججت هذه السنة، فإنك عند خروجك من مكة تطوف للوداع. إذا أردت أن تذهب إلى تبوك أو إلى غيرها تطوف للوداع، لأنك قد حججت هذه السنة، والطواف الوداع من واجبات الحج. نعم. فواز من وادي الدواسر، تفضل يا فواز. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. عليكم السلام. الحالك يا شيخ؟ تفضل. حياك الله. عندي سؤالين، عندي سؤالين يا شيخ، عندي سؤالين. أيوة. الأول. الأول، عندي الوالدة عمرها طال عمرك 60 سنة، ولا تعرف تقرأ ولا قرأت ولا كتبت. والصلوات أعلمها بالصلوات، مثلا الظهر 4 ركعات، العصر 4 ركعات، العشاء، وهي ما ترشكها، تأخذ شوي ثم بعدين تنساها، ما تكتبها. نعم، علمها سور من القرآن، علمها الفاتحة وعلمها سور قصيرة من القرآن، وأمرها بالصلاة كل ما يدخل وقت الصلاة وذكرها بذلك وأعنها، جزاك الله خيرا. نعم. السؤال الثاني فواز. السؤال الثاني، عندي صلاة المغرب بعد ما ألحق على الركعة الأولى، الركعة الثانية، إني واصل في الركعتين ولا أقرأ التشهد الأول؟ تابع الإمام يا أخي، والتشهد الأول يسقط عنك في هذه الحالة، التشهد الأخير عند السلام، وأما التشهد الأول فات محله. نعم. شكرا يا فواز. ما الأسباب المعينة على الخوف من الله؟ الأسباب المعينة كثيرة، خشية الله سبحانه وتعالى وتذكر الوقوف بين يديه و تلاوة القرآن أو استماع القرآن، استماع النصائح والمواعظ، خطب الجمع، كل هذا مما يرقق القلوب. والأكل من الحلال، الأكل من الحلال يلين القلوب أيضا، أما الأكل من الحرام والمعاصي فإنها تقسي القلوب والعياذ بالله. نعم. هذا السائل أبو عبد الله يقول، يوجد لدي بالمسجد
نظارات منها الطبية ومنها الشمسية مفقودة من بعض المصلين، وما له بعضها من أسبوع وأخرى شهر وبعض سنة، ماذا أفعل بها فضيلة الشيخ؟ النظارات التي لم يمضي عليها وقت طويل انتظر لعل أصحابها يأتون، أما النظارات التي مضى عليها وقت وترجح عندك أن أصحابها لن يأتوا ولها قيمة، إذا كان لها قيمة بعها وتصدق بقيمتها على نية أن الأجر لأصحابها، وأنت ماجور على هذا، بارك الله فيك. نعم. هل صحيح أن من يتكلم أثناء الأذان تلعنه الملائكة؟ لا، ما هو صحيح، ولكن الأفضل أن الإنسان يسكت ويتابع المؤذن، يقول مثل ما يقول المؤذن، ويقول بعد الأذان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وبهذا يحصل على الأجر إن شاء الله. نعم. سعد من أبها. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. السلام ورحمة الله. يا شيخ صالح الله يحفظك، قبل حوالي 30 سنة وقت الظهيرة كذا أحملت الوالدة ولد وبنت صغار، عمر الولد 6 سنوات والبنت 5 سنوات، وخرج الولد وسقط في بئر وتوفي، هل يلحق الوالدة شيء؟ نعم، إذا كانت مهملة وصغير ما يدري وأهملته حتى خرج وسقط والبير قريبة فهي مهملة، يكون عليها كفارة صيام شهرين متتابعين. أما إذا كانت غير مهملة والباب مغلق أو مجافة والطفل هو الذي فتح الباب وذهب إلى البير فليس عليها شيء لأنها غير مفرطة. نعم. فضيلة الشيخ، الأخت أم مرام تقول: كيف يكون قضاء الصوم عن والدة المتوفاة في رمضان، وهل يجوز إطعام الفقراء بدل الصيام؟ لا، إذا أردت إبراء ذمة والدتك والبر بها فاقضي عنها الأيام التي لم تصمها من رمضان، اقضيها عنها وأنت ماجورة على هذا. نعم. أحسن الله إليكم، إذا تأخر المؤذن عن الأذان وذهب من الوقت نحو 11 دقيقة فهل يؤذن أم ينتظر الإقامة ويقيم؟ إذا كان يشوش على أهل البلد، وربما إذا كان وقت الفجر الصائمون يغترون بأذانه، أو المتكاسلون أيضا يتأخرون يسبب لهم فوات الجماعة، فلا يؤذن، يكفي أذان المؤذنين الذين أذنوا على الوقت. نعم. فضيلة الشيخ يقول: كيف نجيب المؤذن في حال سماع أكثر من أذان في وقت واحد؟ نعم، أجب القريب منهم، أجب المؤذن القريب منهم، يكفي عن إجابة البعيدين. نعم. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: أنا بلغت 40 ولم أؤدي فريضة الحج ولم أتزوج، بأيهما أبدأ؟ إذا كان عندك سعة من المال تستطيع الحج والزواج فحج وتزوج، أما إذا كان المال قليل لا يكفي إلا لأحدهما، فإن كنت تخاف على نفسك من العنت وعدم الزواج فقدم الزواج، أما إذا كنت لا تخاف على نفسك فقدم الحج. نعم. عبد العزيز من الجوف، تفضل يا عبد العزيز. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. رضيت أسأل الشيخ. تفضل. احنا 10 أخوة و8 بنات من أبو من زوجتين، والأبو عنده 4 مزارع وهبها لأربع من الأبناء، وبعد وفاته ما ندري هالمزارع هذه هل ترجع للإرث أو تصير للأبناء؟ هذه تراجع المحكمة فيها يا أخي، راجع المحكمة الشرعية. نعم. أحسن الله إليكم،
هذا سائل فضيلة الشيخ يقول بأنا فاشل في كل شيء والوسواس تسلط علي واستمر معي في الصلاة وفي الطهارة، بماذا تنصحونني؟ ساعدوني مأجورين. أنت إن شاء الله لست فاشلا، بل أنت موفق إن شاء الله. والوسواس استعذ بالله من الشيطان الرجيم، إذا أحسست به استعذ بالله من الشيطان الرجيم واتركه ولا تلتفت إليه ولا يؤثر عليك إن شاء الله. وإن كان هذا نتيجة لمرض نفسي فراجع أطباء النفسانيين لعلهم يجدون لك علاجا. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ يقول كيف نعرف بأنه جاء الزمن الذي يكون العامل فيه بأجر 50 من الصحابة؟ نحن نعمل، ما نتوقف إلى أن يأتي هذا الزمن، أن نكثر من الأعمال الصالحة والاستعداد للأجل والآخرة، ولا ننتظر إلى أن يأتي هذا الزمن. أما الجزم بأن هذا هو الزمان الذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا لا يجوز، لا يجوز الجزم من غير دليل ومن غير علم. ولكن كما ذكرنا عليك بكثرة الأعمال الصالحة وانتهاز الفرصة وسؤال الله التوفيق. نعم. نختم هذا اللقاء بسؤال لأحد الإخوة يقول هل يشترط وجود نية الجمع عند افتتاح الصلاة الأولى؟ نعم نعم، إذا نوى يكون أحسن، نعم أحوط. بهذا نصل بحضراتكم أيها الإخوة والأخوات إلى ختام هذه الحلقة والتي أجاب فيها فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء على أسئلتكم واستفساراتكم. شكر الله للشيخ على ما بين لنا ورفع درجاته في المهديين. شكرا لحضراتكم أنتم على تواصلكم معنا. أشكر الزملاء في مكتبة الشيخ يزيد الماضي ومحمد عبد العزيز الحامد، ومعي في الاستوديو بقية الفنيين والمخرجين، ناصر البقومي مخرج هذه الحلقة. يتمنى لكم أوقاتا طيبة وعامرة بذكر الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.